اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طبعا شفنا المؤتمر الصحفي لمنتخب مالي ومنتخب غانا، اعتقد مباراه مهمه جدا، مصر والكاميرون وغانا ومالي، يعني لسه في كلام ما بين الكاميرون ومالي. مفيش كلام باذن الله، ماتشنا مهم جدا وعندنا رجاله كويسين عاليين جدا، قدرات تملك بفضل الله تعالى، الخبرات اللي توفقها، عندنا مدرب قدير بامر الله تعالى، عندنا جمهور بيساند، عندنا ارض ان شاء الله، عندنا طموح ان احنا ناخد العلامه الكامله. ماتش مهم جدا وفرقه طبعا لازم تحترمها، فكل الامور ان شاء الله ماشيه زي ما واللعيبه قدمت اوراق اعتمادها، المفروض بقى الجمهور يقدم اوراق اعتماده ان شاء الله ويروح ويساند، وايضا في برج العرب يعني بكره مسانده جماهيريه كبيره جدا سواء في استاد القاهره او في استاد برج العرب. هنروح لمباراه مصر وكينيا والتشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني اللي زي ما قلت لكم هيبدا بمحمد الشناوي، احمد فتحي، رامي ربيعه، محمود علاء، او نجمنا الكبير طبعا احمد حجازي، عبد الله جمعه، طارق حامد، والنني في وسط الملعب، وقدامه حسين الشحات وتريزيجيه هيكون متواجد، وقفشه اللي هو بيلعب دور عبد الله السعيد، وحسام حسن او محمود كهربا ايهما. دي يمكن الطريقه الامثل لكابتن حسام البدري، 4-2-3-1. هل دي هتأدي يعني هتكون مثمرة امام فريق كينيا؟ باذن الله تعالى، هي دي الطريقه المعتاده، هي دي اللي بتلعب بيها معظم الفرق المصريه، هي دي الطريقه اللي حافظينها اللعيبه بتاعتنا ما شاء الله. هي بص يا كابتن بيها شكلها الدفاعي، نبتدي بالشكل الدفاعي الاول، يبقى هي 4-4 4-4 1-1، قفشه هتنزل تريزيجيه بالك، وهتنزل الشحات نزل لا خلي النني النني، ادي 4 نسويهم الاربعه 4 خليهم مع بعض، ده تحت هنا شويه الأربعة صد بعد ايوه، ودي قفشه وتحتها وكهرباء وكهرباء وحسام حسن، دي ده ده الشكل الدفاعي 4-4-1-1، عشان لما تدافع حسام طبعا هيلعب من قدام، هيلعب زون 20 يارد 10 يارد حسب ما الكابتن حسام شايف بكره، مش ده الشكل الدفاعي، خد بالك اللي هو اللعيبه لازم توقف، خد بالك مهم جدا وقفه والنظام، يعني في جوانب مهمه جدا يا كابتن مهيب، زي ما هاجم لازم ادافع في التزام دفاعي مهم جدا، بيبقى 4-4-1-1 ده الشكل ده. الشكل الهجومي بيتحاول بقى، احنا عندنا بفضل الله تعالى الاربعه وضحيتك واحد اللي هو واقف في الوسط ده طارق حامد، 4-1 طارق حامد، طارق حامد 4-1، حط النني بقى بيزيد، النني لازم يزيد، و4-1 مع الاربعه، النني بيجي بخبراته الكبيره، يعني يبقى الرابع بتاعهم، الرابع يا كابتن مهيب باذن الله تعالى بتاعهم، عشان طيب. نقدر ان احنا نزيد، وفي التلت الامامي يبقى عندنا مجموعه من اللعيبه نركز بيها كويس. المنطقه دي مهمه جدا لمنتخبنا الوطني، منطقه تريزيجيه وقفشه، وايضا بيجي حسام حسن او محمود كهرباء. هل تريزيجيه هيكون عليه مهام خاصه جدا خاصه في ظل غياب محمد صلاح؟ تريزيجيه حتته وحافظ، هو لعيب جناح هايل، طب عنده حلول، حل من الحلول المهمين جدا في منتخب مصر. اولا تريزيجيه سريع جدا، جبهته حافظها كويس قوي، بينطلق بالكوره، عنده ميزات ان بالكوره بينطلق وبيصنع وبيعمل بالعرضيات كتيره جدا، وعنده ميزه ثانيه ان بيبقى مساعد لما الكوره تبقى عند النني او تبقى عند الشحات او مع قفشه، بيبقى بيعمل عامل زياده في التلت ده تمام. في الجنب ده، فتريزيجيه وجوده مهم جدا، ودي حتته، وتريزيجيه عاوز مساحات، فالمساحات بتفرق طبعا مفيش كلام، فتريزيجيه لعيب مهم جدا ومكسب لينا بكره ان شاء الله كبير عن طريق تريزيجيه. طيب بالنسبه للنني، يعني النني تحركاته مع طارق حامد، يعني هو بيكون ثابت هنا في وسط الملعب، النني بيكون موجود، قفشه بيكون هو اللي موجود في وسط الملعب اللي بيغذي سواء حسين الشحات او تريزيجيه، او سواء هيبدا بكهربا او حسام حسن، لكن حسين الشحات عليه ان يثبت نفسه مع منتخبنا الوطني في اول تجربه رسميه لي. تريزيجيه برضه الشحات في فورمه كويسه، فنياته عاليه، ثقته بقت موجوده، الكابتن حسام ضمه من اول تجمع، ليه دور كبير جدا، الفورمه الفنيه بتاعته بقت في النادي الاهلي باعلى بكتير واحسن ما بدا، له دور مهم جدا في الجنب الشمال مفيش كلام، حتته زي تريزيجيه بيملك المساحات، بيزيد، عنده ميزه الشحات ان بيزيد، لما تريزيجيه بيبقى على راس هنا ال 18 ويبقى كهرباء وادي قفشه، شحات له دور في الثلث الامامي، طيب. بيعرف يتصرف وبيروح في روح وبيعرف يقف في ال 18. طب اخيرا المفاجاه ان هو يبدا بكهرباء كمركز راس حربة، هو لعب قبل كده ولا يبدا بحسام حسن؟ حسام حسن خلي كهرباء ورق بديل بره، ممكن في اي وقت ينزل ان شاء الله يغير، لان مهم جدا بورا معاك اوراق رابحه تبتدي بيها، خلي حسام حسن الصريح اللي هو موجود اللي لعب الماتشين، وخلي كهرباء بديل معاك بره. طيب